مبروك للجمهور، مبروك اللاعبين، مبروك لنا كلاعبين ككادر تدريبي. الحمد لله قدرنا نفوز بهذه المباراة. أكيد مباراة صعبة كانت، فريق الترجي فريق كبير صاحب إنجازات، الحمد لله قدرنا نحقق شيء يليق بينا كلاعبين، والحمد لله أهم شيء الفوز هو والثلاث نقاط. أكيد شعور لا توصف، واحد يمركي على فريق مثل الترجي أكيد لا توصف. الحمد لله هي أهم شيء الثلاث نقاط والاستمرار في الانتصارات إن شاء الله.